النهارده هنعمل معاكم طريقه المحشي بس بالفرن البلدي او بمعنى اصح الفرن الطين. اول حاجه هنعملها هنسلق الكرنب زي ما انتم شايفين قدامكم كده. بعد ما سلقناه وقطعناه وانا كنت عامله تسبيكه جنبي ومعايا رز مغسول ومصفي ومعايا خضره متقطع عليها قرن فلفل حالي. هخلط المكونات كلها مع بعض ونرجع لكم تاني. الخلطه بعد ما جهزناها معايا صينيه في ارتفاع ورد عشان الجار ما ياخدش. هلف معاكم كام واحده كده. ولازم يا بنات نحطوا الورقه الخضره تحت والبيضه فوق. ان شاء الله هتشوفوا احلى محشي في الفرن البلدي. وده شكل المحشي يا بنات بعد ما خلصته لف. ان شاء الله هتدوبوا احلى محشي في الفرن البلدي. لا معاه جوان ولا ناي ولا في اي حاجه. وده بعد ما خلصت يا بنات وغطيته عشان وشه ما يتحركش عشان طبعا انتوا عارفين الفرن البلدي. ونوريكم طبعا واحنا في الفرن. هوريكم المحشي وهو في الفرن الطينه قدامكم زي ما انتوا شايفينه كده. يا حبايبي عشان نوريكم المحشي بعد ما استوى. بس كده المحشي يا جماعه بعد ما طلعناه من الفرن انا هفرطه قدامكم دلوقتي. ولا معجن ولا في واحده لازقه في بعضيها. إن عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.